صباح الفل يا زوزو. يا صباح النور، يا صباح القشطة. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ شكلك كده لسه ما فطرتش. والله ولا تعشيت، ده انا مطبق من امبارح. انت اللي بتصحي بدري. ما انت عارف بصلي الفجر يا ابني، وبعدين ببدا يومي. المهم دعتلي في الفجر؟ طبعا يا ابني، ما هو انا ان ما دعيتلكش انت وابوك في الفجر بعيد الصلاة تاني. بقول لك ايه، مش عايز تعرف انا دعيتلك بايه؟ عارف طبعا، دعيتلي ربنا يسترها عليك. ايوه، ويا رب راضي. ايوه، وما تزعلوش ابدا. ايوه، قول. ما انت عارف، قول. عارف يا ماما. يا حبيب قلبي، ده انت بسم الله ما شاء الله في شغلك ناجح ومكتسح، بالنسبه للفلوس تقدر تفتح بيتين وثلاثه، واذا كان على الصحه يا ابني ربنا يبارك لك فيها يا رب يا رب. بص يا زوزو، الموضوع مش في الستر والصحه والفلوس، الموضوع ان انا بدور على واحده شبهك، واحده جدعه كده اصيله تضحي بكل حاجه عشاننا. انا عايز واحده يا زوزو تبقى متعلمه ومثقفه وواجهه ليا في الوضع اللي انا فيه دلوقتي. فانا عامل يا زوزو زي اللي بيدور عليكي في كوم قش، فمش لاقي يا زوزو. بص يا حبيبي، ان وانت بس يا ابني، وان شاء الله ربنا هيبعتها لك يا حبيبي. الدنيا مش صعبه قوي زي ما انت فاهم. ان شاء الله.